نحن في الجيش الإسرائيلي نهدد الشباب اللي بيضربوا كان دوميم على الحدودين الإسرائيليين ويحرقون الأراضيين. الآن يقول المتخلف الرسمي الناطق باسم جيش الاحتلال الزائل لدولة إسرائيل الغير موجودة على الخريطة أصلا أن الفلسطينيين يستخدمون الكوندوم لكي يعبرون عن غضبهم باتجاه إشعال حرائق باستخدامه لوضع لنقل اللهب في أجانب الحدود. نحن سنضرب الشباب ضرابيم بالشبشبايم لخمايم هنضربهايم بلولبايم. يؤكد الشبشب الإسرائيلي أفخاي الدرعي مرة أخرى على أنه سوف يستخدم العنف ضد الشباب الذين يطيرون الأطباق النارية في محاولة طبعا التعبير عن غضبهم بكل سلمية باتجاه طلب حقهم في مسارات العودة، ولكن اليهود يستخدمون العنف الشديد باتجاه أقدام شبابنا. إذا تسمح لنا نصور بس رجلك أستاذ. هذا هو الحال في قطاع غزة، وأفخاي الدرع الحيوان يتنطط علينا ويقول أنه يريد استخدم العنف. أكثر من هيك بدك تضرب علينا قنابل تسييح يا زلمة؟ نحن اكتشفنا سلاح جديد لمحاربة الكوندوميم هو لولبيم. يقول المتخلف الرسمي في جيش الاحتفال الإسرائيلي أنه سوف يستخدم نظام جديد في الأسلحة الإسرائيلية، وهو نظام اللولب الطائر، وهذا اللولب يعترض الكوندوم ويسبب له بثقب يثقبه ويجعله ينفس ويقع على الأراضي ثاني من غير أي أشعال. شكرا ميم. هذا ما يقوله المتخلف. بدي يشرب مية بس عطش لأنه بتعب زي ما انتم شايفين.